اشترطت على العريس مهر معين، شبكة معينة؟ والله 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 لو تصدقين القول أنا ما اشترطت أي شيء، إلا أن قلت له أنا بسلمك أمانة، الأمانة دي عليك أن تراعيها وترعى الله فيها، هذا هو الشرط الأساسي. لكن يجيب إيه ما يجيبش إيه يعمل إيه، خلاص بقى كل واحد بيعمل على قد مقدرته وكل واحد بيعمل على قد مقامه. يعني في مقدرة أنك تعمل اعمل. انا بحب دايما
الوسط في كل شيء، وخير الأمور الوسط في كل مسائل، في الحياة، في الأكل، في المعيشة، في المشي، في أي شيء، كل كده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. وهذا الحديث أو هذه الآية الكريمة دي ما نصبتش على شيء يعني معلق، دي تصبت على كله، مقياس، مقياس لكل الأمور. فكل واحد عاش والحمد لله، أنا ما طلبتش منه شيء وهم موجودين وأنا موجودهم على قيد حياة وبيسمعوا اللي أنا بقوله، ولا كان لي اشتراطات ولا أي نوع من الاشتراطات. إحنا كده اتفقوا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفق ونتاجه إنها اتجوزت وعايشة الحمد لله كويس وخلفت عندها. بقى أنا جد طبعا.